نخش جواه ازاي ده؟ كويس، تعالي يا رشيدة. بلي ياه، ده مليان حاجات كتير. بلي احنا نقعد على جنب بدل ما نكسر حاجة من الحاجات اللي احنا مش شايفينها دي ولا عارفين هي ايه اصلا. بلي ده احسن مكان استخبيت فيه من يوم ما لعبت استغماية. تفتكري بقى ان فارس عرف يلاقي مكان صعب يستخبى فيه؟ اكيد لا. طبعا لقيت مكان صعب. خضتني يا فارس، مش تقول انك هنا؟ انت فاكر ان انت بس اللي بتعرف تستخبى؟ انت فين؟ مش شايفك. انا هنا هو، افتكرتك في الاول حسونة ولا همام، قلت ما طلعش صوت خالص علشان ما يعرفوش اني هنا. طب اطفي النور ده ووطي صوتك. مادام انا وانت فكرنا نستخبى في نفس المكان، يبقى اكيد هم هيفكروا ان احنا مستخبيين فيه. مخبيين جوه الصندوق ده؟ اكيد هم هيفكروا في المكان ده لانه غريب، وبعد ما يفكروا فيه هيفكروا اننا كمان ممكن نفكر فيه لانه غريب، فما يفكروش يستخبوا فيه ويفكروا يستخبوا في مكان تاني عشان هم متاكدين ان احنا هنفكر انهم مستخبيين جواه. فهمت حاجه؟ اه يا نفوخي، اه ما فهمتش ومش عايز افهم. انت عم انا عايز اجابه، ندور هنا ولا لا؟ وليه لا، يمكن يكونوا هنا. يلا بينا. بتعمل ايه هنا منك ليه؟ انا مش عارف احنا بنعمل ايه هنا. همام، اه همام هو اللي جابنا وهو اللي عارف. خد خد اهو همام، اهو امسكه امسكه. انت وهو، مين اللي بعتكم؟ اها، ما ترد على الباشا يا ابني. احنا بندور على اصحابنا، كنا بنلعب استغماية وبعدين. مفيش لعب هنا يا حبيبي، ممنوع ممنوع اقتراب الاطفال، ممنوع اقتراب البني ادمين كلهم. فهمتوا ولا فهمكوا بطريقتي؟ ادي اخرة اللي يسمع كلامك، كان ماله التاب بس، هو لازم عشان نلعب نتعب ونترعب كده؟ خلينا نشوف الفايدة اللي حصلت من الموقف ده. ها؟ فايدة؟ فايدة ايه يا ابو فايدة انت؟ استنى بس، احنا تأكدنا ان بكر وفارس مش موجودين هنا، هيدخلوا ازاي المكان ده والوحش اللي على شكل انسان موجود وبيزعق كده؟ تعال تعال ندور عليهم في مكان تاني. الو، هيا يا برنس. ايه كله تمام؟ ايه بدنا التفاش؟ كانوا عيلين زي ما انت قلت، بس لقيتهم بيحوموا حوالين المكان كرشتهم. لا ما كانش معاهم لا كلب ولا قطه. ايه معزه؟ ليه كانت معزه شرده ولا حاجه؟ المهم انه امان، وانا برضو هفضل مراقب الصندوق، واللي هيقرب منه مش هرحمه. لا تقلق يا عزيزي، صحبتك السلامه.